دام صار عندنا الشيء اللي ممكن نضحي علشانه، هذا احنا اللي نسهل. ويا ولدك او يا ولد اختك هو اللي بيصير الغالي. ما شاء الله عليك يبا، بعدك شباب، ما حقيتك تخربط بالحكي. ولدي فهمتها، بس منو ولد اختي؟ اختك سمية، عندك غيرها؟ شلون؟ روبة خطبت سمية لسالم. انت متأكد من اللي تقوله؟ يا يبا اقول شيء انا ماني متأكد منه؟ لا بس انت كذي تحط راسك براس مارغريت. تأكدي ما في شيء يصير الا مارغريت موافقة عليه وراضية. زبيدة انت صغيرة والصغار ممكن يقص عليهم ابليس ويخليهم يطالعون فوق فوق فتنكسر رقبتهم ويكونون كذي لا طالوا فوق وخسروا تحت. غلطان عمتي اللي طالع فوق على قولتش تنكسر رقبته. والله خلق الناس طبقات، بس ما فهمت عمتي شو اللي تقصدينه من هذا كله. لا عشان بس تكون عندك يعني معلومات حق المستقبل، يعني انت قاعد تكبرين فيكون عندك وايد معلومات ان فعلا الله خلق الناس طبقات وكل واحد لازم يعرف حجمه، حجمه خاصه اذا كان حجمه صغير. ف انت صارك مده عندنا، انت اول ما جيتي سالتك عن اسم ابوك ما رضيتي تقولين، بس الحين خلاص صرتي من اهل البيت. شو اسم ابوك؟ ابوي احمد سعيد عمتي. احمد سعيد، والنعم والنعم. روحي نامي. حاضر عمتي، عن ابنك. احمد سعيد، خوش اسم. خير امري هيفا. انا عارف انك مستغرب ياييتي هالحزه، بس في كلام إذا قال بوقته ينوزن بذهب، وإذا ما قلت بوقته ما يسوى بيزه. إيه تفضل يقولي. ولدي وافق تزوج جواهر وحطني بتحدي إذا أقدر أزوج إياها. المشكلة مو إن ولدك يوافق، مشكلة أكبر من كذي. لازم الغالية وجواهر يقتنعون بولدك ويوافقون يزوجونه.